السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو فور جيم، والفيديو ده يا جماعة بيتكلم عن ازاي تحول جودة روبلوكس من الشكل ده للشكل ده. كمل معايا الفيديو دلوقتي وهتعرف ايه اللي هيحصل بالظبط ان شاء الله. بس الاول يا جماعة تعالوا نقتل المجرم، واحنا معانا المسدس بس داري خبي ويمكن الكنش ده. ومرة كمان يا جماعة تشوف الجودة عاملة ازاي. ليتس جو هناك اهو. طب ده مع تيشيرت الفور جيم، ازاي اقتله بقى بالله عليكم؟ حد يقول لي. طيب انا مش هقتلك يا صاحبي علشان انت معاك اقوى تيشيرت وصعب بالراحة، بس ايه ده ادي اعصابك يا ولد. استنى اهو، طمن معايا مسدس، طمن. خش عليهم ولا يهمك، خش عليهم. انت لابس تيشيرت الفور جيم، بالراحه دي كده كده. خش يا صاحبي، خش معايا مسدس، خش. خلص عليهم، خلص. يلا يا دباع، ايوه كده، تشرف تيشيرت الفور جيم. خش يلا يا زميلي، خش عليهم. شو خباله ولا ايه؟ يلا يا ولدي، خش عليهم كده وخلص. تعالوا يا جماعه كده، احنا نقي حد ده محترم نقتله والعكس يا صح. تعالى يا ولدي، شيل شكلك كده عامل فيها بتاع. خش بس كده يا جماعه، ولتس جو نعرف التفاصيل. طبعا يا جماعه، من الحاجات اللي فكرت فيها لما حدثت جهازي والحمد لله ان انا اعمل شادر للعبه روبلوكس عندي واخلي الارضيه بتلمع، وطبعا الالوان بقى، طبعا ده غير كمان ان الالوان بتتغير كمان. فلما جيت اعمل كده يا جماعه، كان في طريقه يا جماعه اتكلمت عنها قبل كده، وهي برنامج تبع روشاد، او اسم البرنامج روشاد. البرنامج ده يا جماعه كنت بتنزله على الكمبيوتر بتاعك وبتثبته على اللعبه، كان بيعمل لك كل حاجه تلقائيه. بس للاسف يا جماعه، حرفيا يا جماعه تعبت كتير جدا علشان اقدر اشغل البرنامج ده على اللعبه عندي، معرفش ايه المشكله. كل ما اعمل يا جماعه البرنامج وثبته يحصل فيه مشكله. والمشكله يا جماعه ان لما بخش اللعبه، ثواني يا جماعه علشان جالي المسدس تاني، مش عارف هما ليه مصممين عليا دلوقتي. طيب تعالى يا جماعه نحاول نقتل المجرم. ايوه المجرم ظهر. تعالى يا مجرم انت فين؟ ثانيه الحركه دي. لا ده بيستخبى. هو فين طيب يا جماعه؟ هو فين؟ محدش عارف هو فين، كله بيجري. يلا هو في، هو اللي قاعد ده طيب ومريح ده ولا ايه؟ ما اعرفش يا جماعه، مش عارف حاجه. فين يا ولد انت؟ فين يا ولد؟ ابعد عني يا ولد. هو في اتنين توام يا جماعه هنا. تعالى. شكلك كده يا ولد. يا نهار ابيض، ده هو فعلا يا جماعه، ده هو اللي كان مستخبى. يا نهار ابيض يا جماعه. تعالى وسع كده، الفرصه الغنيمه كده مره واحده في حياتك. وسع ده عامل سكينه بنفسجيه تقتلني بلون اللي بحبه. يا ولد عشان ما تجيش عليا تاني الا اللون اللي بحبه. والقرعه بانت لي كده يا جماعه. في ايه يا جماعه؟ انا مش عارف اصور حرفيا، يعني سبحان الله جاي وقت التصوير بيديني اقوى حظ في العالم ده ولا ايه؟ طب يلا بقى نخلص عليهم بالمره. انا غلبان ماشي في حالي، انا غلبان. تعالى يا جماعه نقتل التوأم ده، احسن نقتل حد فيهم والتاني ينتقم. عايزين نقتل مع بعض. فين التوأم؟ عايزين نقتل يا جماعه في الخباثه. خباثه. خد يا ده، ياخد حقه مني ولا ايه؟ لا 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 تاخد حقك. خد يا ولد. يلا بقى اللي بعده فضحتني يا جدع. دول اتنين كده. خد يا بيت كمان. موتي بقى في ايه؟ لا جدع. في حاجه يا عم اللي عندي بتموت بصعوبه كده. موت، خد انت المسدس، خده. لا يا جدع، انت معاه ولا معايا؟ خد. لا ما تقتلنيش. تعالى انت غلبان. طيب وغلبان انت، تعالى اهرب تحت. اهرب في المجاري يا جماعه. ماشي، مش هسيبك. لا بتنقتل صديقي غصب عني. تعالك خليت انت صديقي غصب عني. تعالى خد يلا. بالله عليك يا جدع. يلا بقى، ده التوأم بتاعه يا جماعه اهو، بقول لكم ممكن يجي ينتقم من لصديق. طيب تعالى بازرق انت عشان انت زهقتني. مين زقلي كمان؟ خد ازرق. خد تعالى اللي بعده فين؟ عشان ايه؟ متعصبنيش التوأم ده، توأم كمان ازرق زيه. نكا خد، تهرب مني يا شوكت. تعالى يا شوكت، شوكت محترم. شوكت الاخير فين؟ خد يا شوكت انت وهو. شوكت الاخير شكله مستخبي. لا خسرنا بسبب واحد مستخبي شكله كده. طيب مفيش مشكله، اظن كده يا جماعه بعد الفيديو اللي انتوا شفتوه ده شفتوا تفاصيل اكتر للجرافيك اللي عملته. تمام يا جماعه، نكمل. بعد لما كنت بعمل وضع روشاد والبرنامج يعني المفروض يعني والله اعلم ان هو يعمل الانعكاس لوحده، لما كنت بضغط يا جماعه على F7 او F8 ايا يكن ما كنتش بلاقي اي حاجه بتحصل. فقعدت يا جماعه اشوف حل للحكايه ديت وما لقيتش للاسف. فمعرفش بقى البرنامج فيه مشكله دلوقتي ولا ايه، بس يا جماعه الحمد لله لقيت طريقه ثانيه انك تعمل بيها جرافيك الانعكاس ده بعيد عن البرنامج ده. بس يا جماعه الطريقه دي صعبه شويه، سبب انك انت بقى اللي بتعملها بنفسك. البرنامج كان بيعمل لك كل الحاجات ديت لوحده، تك على الزرار بيبدا يركب لك كل حاجه لوحده. لما انت للاسف في الحته دي بقى او في الطريقه دي تعمل انت بنفسك، بس ما فيش مشكله، هديك تعملها مره وخلاص، بعد كده بتلعب براحتك. تمام يا جماعه. المشكله بقى يا جماعه الثانيه اللي هتقابلكم، وديت نعرفش حلها الصراحه، وهي انك انت لازم يكون معاك كارت شاشه انفيديا. ليه بقى لازم يكون كارت شاشه انفيديا؟ لان الطريقه دي يا جماعه بتتفاعل مع برامج انفيديا. فانت لما يكون عندك كارت شاشه انفيديا هيكون عندك برنامج انفيديا بتاعه او التفعيل بتاعه
واقعه. فاحنا يا جماعه بندخل ملفات لملفات التفعيل بتاعه الكارت ده اللي هو انفيديا. تمام. طيب هتقول لي مثلا انا معايا كارت شاشه AMD حله ايه؟ انا ما اعرفش الصراحه. انا لقيت الطريقه دي يا جماعه لاصحاب كروت انفيديا بس. سامحني صديقي لو انت معاك كارت شاشه غير انفيديا او ما عندكش كارت، بس ما تظنش طبعا حد بيلعب روبلوكس وما عندوش كارت يعني. فالناس يا جماعه اللي عندها كارت شاشه AMD يا ريت تعرفني في التعليقات تقول لي يعني، علشان اعرف يعني ان في ناس كتير فعلا عندها AMD ومحتاجه طريقه AMD. بس ان شاء الله الطريقه ممكن انزل لكم باذن الله يعني. ولو هتقدر كمان تفعل عندك برنامج انفيديا من غير ما يكون عندك كارت شاشه انفيديا يا ريت حاول تجرب. روح موقع انفيديا ونزل اي تفعيل لاي كارت شاشه انفيديا ونزله ثبته عندك في البي سي واعمل الطريقه معايا. ولسه جوه يا جماعه نبدا نشوف مع بعض هنعمل الطريقه ازاي. طيب يا جماعه اول حاجه ان شاء الله هنحمل ثلاث ملفات دول. حمل الثلاث ملفات دول منين؟ هقول لك. انزل في الوصف تحت الفيديو كده ان شاء الله هتلاقي الوصف، تك عرض المزيد هتلاقي عندك رابط للثلاث ملفات دول. ان شاء الله يا جماعه اول رابط هتخش عليه هتتك على الايقونه ديت هيحمل معاك اول ملف، وتاني رابط يا جماعه تتك عليه هيحولك على المكان ده برده، وهتتك هنا على كود وتعمل داونلود زد اي بي، وتالت رابط برده يا جماعه نفس الحوار هتتك على كود وتعمل داونلود زد اي بي. وبكده يا جماعه الحمد لله حملنا اهم ملفات واللي هي هتعمل لنا ان شاء الله الجوده اللي احنا عايزينها. نبدا بقى يا جماعه نعمل لكل واحده فك الضغط، تك عليها كليك يمين واكستراكت اول، تعمل اكستراكت. وبعد كده يا جماعه هنشغل برنامج انفيديا. هتفتح يا جماعه ان شاء الله معانا القايمه ديت، هننزل تحت شويه يا جماعه لحد ما نوصل عند كلمه اذر، وبعد كده يا جماعه نتك على القايمه دي ونعمل كده السهم ده ونختار اللود. ان شاء الله يا جماعه لازم تعمل كده. وبعد كده يا جماعه نتك فوق عند ابلاي تشينجز، وبعد كده يا جماعه نقفل البرنامج. تمام يا جماعه كده الحمد لله خلصنا من اول عمليه. تاني حاجه يا جماعه هنعمل عند البرنامج ده اكستراكت، ونعمل كمان يا جماعه للملف الثاني اكستراكت اول برضه. هنخش يا جماعه ان شاء الله على الملف ده ونخش ثاني على ده، وبعد كده نخش عند شيدرز. تمام شايفين يا جماعه المكان ده؟ خليكم يا جماعه عارفين المكان ده زي ما هو كده عشان هنرجع له ثاني. نرجع ثاني لورا ونروح للملف الثاني يا جماعه اللي احنا برده عملنا له اكستراكت. نخش يا جماعه برده عند ملف اسمه شيدرز، وهناخد يا جماعه كل الملفات الموجوده هنا كوبي، هنعمل مثلا كنترول A ونعمل كنترول C اللي هي كوبي. تمام خدهم كلهم كوبي كده يا جماعه، وبعد كده نرجع للملف اللي احنا كنا فيه يا جماعه اللي هو ده، نخش عليه ثاني اللي هو برده اسمه شيدرز، بس ده اسم يعني الثاني كان فيه كلام زياده، انما ده شيدرز بس. ونعمل يا جماعه مع الملفات الموجوده بيست يا جماعه ونتك صح. تمام اوكي دلوقتي يا جماعه كده خلصنا مهمه كبيره والحمد لله. دلوقتي يا جماعه نعمل لكل الملفات الموجوده بقى كلها مع بعضها كده، جمعناهم مع بعض كده نعمل لها كلها كنترول A كنترول C، يعني ناخدهم كلهم يا جماعه كوبي او ناس. تمام بعد كده يا جماعه نروح للمكان بقى اللي انت هتحتاج فيه برنامج كارت الشاشه، ونيجي يا جماعه عند ملفات الويندوز ونخش على بروجرام فايلز. وطبعا ان شاء الله لو انت كارت شاشه انفيديا ومفعل برنامج بتاع كارت الشاشه اللي هو تفعيل انفيديا هتلاقي عندك ملف اسمه انفيديا كوربوريشن، خش عليه كده يا جماعه. دلوقتي يا جماعه بقى لازم نحط هنا ملف اسمه انسل، لو انت لقيته عندك خلاص سيبه زي ما هو، ولو ما لقيتوش عندك هتعمل كليك يمين وتعمل نيو وتحط فولدر اسمه انسل بنفس الاسم ده يا جماعه. تمام فانا مش هعمل طبعا عشان هو عندي خلاص، ولكن لو لقيت الملف عندك ما تعملش حاجه جديده، هو زي ما هو بالظبط كده، وخش عليه وتحط فيه الملفات اللي احنا خدناها كوبي يا جماعه، تعمل هنا كده بيست. تمام انا طبعا حطيته ماما زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وبكده خلاص خلصنا مهمه تركيب الجوده. ودلوقتي يا جماعه لازم ان شاء الله نروح للملف بتاع لعبه روبلوكس، هتتك مثلا على ايقونه روبلوكس كده يا جماعه ونعمل كليك يمين ونعمل اوبن فايل لوكيشن. لما نيجي للمكان ده يا جماعه ان شاء الله هتلاقي الايقونه بتاعه روبلوكس اللي هي بتكون اسمها روبلوكس بلاير بيتا، تتك عليها يا جماعه وتتك كليك يمين وتتك رينيم. هتكتب يا جماعه بقى الاسم اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو يورو تراكس 2. انا مش عارف يا جماعه نطقتها صح ولا لا، ولكن ان شاء الله هكتب لكم الكلمه ديت على الفيديو وتعملوها زي ما قلت لكم كده. تمام انا عندي هنا ملفين علشان بس انا عملت حاجه ثانيه في اللعبه. وبعد كده يا جماعه لو من غير اسم الملف ده وبنخليه بنفس الاسم ده بتبدا تشغل اللعبه يا جماعه، ولكن من الايقونه دي. تمام وعلشان ما تتوهش ممكن تعملها كليك يمين وتعمل سند تو ديسكتوب. تمام وتشغلها من على طول بعد كده ان شاء الله. تمام يا جماعه تعالوا كده نخش اللعبه بقى اوريكم ازاي تطبقوا الجرافيك او الجوده اللي احنا عايزينها جوده الانعكاس. طيب يا جماعه دلوقتي ان شاء الله نخش اي لعبه نجرب فيها. تعالوا كده بنخش مثلا ماب البيوت، ولما دخلنا اللعبه لقينا شخصيه حماس الغبي لسه موجوده. لو انت لسه ما شفتش قصه حماس الغبي تقدر تشوفها في القناه، وعملنا منها يا جماعه الجزء الاول، وان شاء الله لو جاب التفاعل هنعمل الجزء الثاني نكمل زي ما احنا. طيب يا جماعه دلوقتي عشان نشغل الحاجات اللي احنا عملناها هنتك الت واف 3. تمام الت واف 3 يا جماعه نركز في الحته ديت علشان انا ذات نفسي وقعت فيها في الاول، تتك اف 3 بس، تك الت واف 3. تمام هتظهر معاك ان شاء الله القايمه دي. طيب يا فور جيم القايمه دي ما ظهرتش عندي، وفعلا يا جماعه اللي حصل معايا كده في الاول، فدورت يا جماعه علشان اوصل للمرحله دي وان هي تفتح معايا. عرفت انك انت ممكن يكون العيب بانك انت مش عامل تسجيل حساب ببرنامج انفيديا. ازاي بتعمل تسجيل؟ بنيجي يا جماعه هنا في كده في البحث ونكتب جي فورس. تمام اكتب بس جي وخلاص هتجي لك البرنامج بتاع انفيديا، هنضغط عليه يا جماعه، وباذن الله يا جماعه بنبدا نسجل حساب مع البرنامج ده. بتسجل بجوجل عادي، موضوع سهل جدا ان شاء الله. طيب بعد ما بتسجل بتقفله خلاص. طيب يا فور جيم برده ما ظهرتش عندي، اعمل ايه؟ راستر الجهاز وتاكد انك انت بتفتح اللعبه من ايقونه
روبلوكس اللي احنا غيرنا اسمها تمام. بس كده وان شاء الله باذن الله تظهر معاك القايمه ديت تك اف 3 والت مع بعض، وان شاء الله يا جماعه تظهر لكم القايمه دي. طيب ظهرت معانا القايمه في الجيم بس الجوده ما اتعملتش. افهمكم بقى يا جماعه الموضوع ماشي ازاي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الموضوع كله يا جماعه ان احنا لما ضفنا ملفات احنا ما ضفناش ملف الانعكاس بس، ده احنا ضفنا حاجات كتيره يا جماعه، ومنها الالوان، منها الانعكاس، منها البلور، حاجات كتيره يا جماعه ممكن تتحكم فيها في لعبه روبلوكس من خلال اللي احنا عملناه ده يا جماعه. لو ركزت معايا هنا كده يا جماعه هتلاقي الستايلز معانا هنا 3 تمام. الثلاثه دول بقى 1 2 3، كل واحده من دول يا جماعه انت ممكن تعمل فيها تعديل لوحده خالص. يعني مثلا يا جماعه انا عامل في التعديل ده الانعكاس وجوده والالوان الجميله اللي شايفينها ديت. لو دخلنا على يعني رقم 2 هتلاقي فيها بلور جامد. كنت عامله برده بجرب حاجه، طبعا مفيش الوان مفيش اي حاجه عشان انا مش ضايف هنا معاها حاجه تمام. لو كنا عند رقم 1 او اللي هي الكيرفز طبعا ممكن تتعدل في كل فلتر زي ما انت عايز وتظبط فيه اشكال والوان زي ما انت كده يا جماعه. انا شايف كده حلو كده اللون ده كويس تمام. الولد ده عمل فيها ايه؟ طيب يا جماعه دلوقتي انت موجود مثلا في مكان فاضي، شيل مثلا دي خالص كده. انت يا جماعه ان شاء الله هتلاقي عندك 3 بنفس النظام ده، عندك هنا اد فلتر تمام. طبعا هتلاقي هنا الدنيا كلها فاضيه كده ان شاء الله. يعني هتعمل بقى اد فلتر وتضيف بقى اي فلتر انت عايز تضيفه علشان تعمل بالجوده اللي انت نفسك فيها تمام. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده دي الجوده من غير اي حاجه، من غير ما تضيف فلتر للعبه روبلوكس ولا اي حاجه. حرفيا يا جماعه احنا زي ما بيكون مثلا يعني ما بنلعبش اللعبه واحنا مش عاملين الفلترات اللي انا ضايفها دي. بص كده يا جماعه لما احط الفلترات اللي انا ضفتها شكل تاني خالص يا جماعه، مع انعكاس مع الوان جميله. حرفيا انت ممكن تتحكم في حاجات كتير قوي ما شاء الله يعني. فبجد اللي عمل الطريقه ديت ناس يعني مشكوره جدا ما شاء الله عليهم. اللعبه حرفيا يا جماعه بجوده ما شاء الله الصراحه. يعني مهما انت معاك كارت شاشه قوي ما اظنش انك انت توصل. يا ابني انت بتعمل فيه يا ابني بالله عليك سيبني في حالي. طيب يا جماعه نكمل مع بعض. وطبعا انت دلوقتي بتسالني ان شاء الله يعني بتسالني ازاي تعمل الانعكاس والكلام ده كله. طيب يا جماعه الانعكاس يا جماعه الفلتر بتاعها هو اسمه اللي انتوا شايفينه ده تمام، اللي هو اخره اس اس ار تمام. ركز مع الاسم كويس وهتعمل اد فلتر وتدور علينا كده يا جماعه، هندور عليه كده مع بعض. اه يا جماعه هتلاقي تحت ان شاء الله خالص. طبعا عشان اضيفه متهيألي فمش هيظهر تاني. لو جينا مثلا عند رقم 2 فاضيه وعملنا لين رقم 3 تمام، رقم 3 رقم 2 مثلا، وعندنا تحت خالص كده يا جماعه ان شاء الله هنلاقي عندنا هي يا جماعه اللي قلتلكم عليها، هي اخر واحده صح، اخر واحده ان شاء الله. فبتضيفوها كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين بتكون الانعكاس بايظ خالص في الاول، محتاج تظبيط كبير. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه الانعكاس قوي جدا جدا يعني. فانت بقى بتعمل ترجع تاني ان شاء الله الت في 3 وتتك عليها كده، وتتك بقى يا جماعه كده وتقدر دوت ان شاء الله تتحكم في اي خصائص ليها. تعمل كده مثلا خليها مثلا بدل ما بايظه او كده ايوه حلوه مثلا كده ان شاء الله. يعني انت بقى تقعد كده بقى يعني مع نفسك بقى كده في جنبك كوبايه شاي كده ولا حاجه، واقعد بقى روق الدنيا دي. بس يا جماعه كده يعني جميله ما شاء الله برده، مخليه الانعكاس هادي جدا وما شاء الله جميل تمام. عندك بقى تضيف الوان، تضيف كل الكلام ده. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده رقم 3 انا عامل فيها النظام بتاعنا. عايز تعمل النظام ده اهو يا جماعه، هتكتب كل فلتر من دول، يعني ده فلتر اسمه اس اس اي او، هتدور عليه وتحطه تمام. تحط كل بس يعني بص مش عايزك تبص للمنظر وانت حطيت فلتر واحد بس، حطهم كلهم مع بعض وبعد كده تشوف المنظر ان شاء الله هيوصل للي انا عامله ده ان شاء الله. يمكن فعلا انا مغير حاجه بسيطه او حاجات بسيطه، بس انت مثلا كل ما تضيف حاجه حسيتها يعني مزوده في الالوان جامد، مزوده في الانعكاس. يعني مثلا لما تضيف الانعكاس ان شاء الله لقيت الانعكاس زايد بطريقه غبيه، ظبط فيه انت بقى مع نفسك تمام. فانت زي ما انت شايف كده دي الفلترات اللي انا حطيتها كلها اهيت عشان يا جماعه اوصل للدرجه اللي انتم شايفينها ديت وبالالوان الجميله دي وبالانعكاس الحلو ده برده الحمد لله. فيا ريت يا جماعه تضيفوا كلهم مع بعض كده، واقعد بقى مع نفسك كده فنن وظبط الالوان وظبط الانعكاس، ظبط الدنيا دي كلها لحد ما تظبط بالشكل اللي انت عايزه او بتحبه. بلاش تعمل يعني مش شرط تعمل زيي، شوف انت بتحب ايه اكتر واعمله تمام. غير كمان يا جماعه في فلترات ثانيه يعني كتير جدا طبعا انا ما حطيتهاش. في مثلا جليتش لو حطيته كده مثلا، بصوا يا جماعه بيعمل ايه، خلي الشاشه شكلها غريب. فبس كده برده يا جماعه في حاجه ثانيه عايز اوريها لكم، بس دي خلينا نعملها كده في جانب لوحدها نبص الدنيا. ممكن تك كده وتتك 3 دي فيور، تك عليها كده يا جماعه. بصوا يا جماعه خلت لنا اللعبه كانها كانك بتتفرج على الفي ار، شفت نظاره الفي ار زيها كده مثلا يعني. فبس كده يا جماعه اتمنى يكون عجبكم الفيديو. انا بس مش قادر افهمه الواد ده عمل فيها ايه، يعني ايه القرش اللي انا راكبه ده، هو بقى قرش ولا ايه؟ الصراحه يا جماعه بقالي كتير ما دخلتش ماب البيوت فمستغرب التحديث الجامد الصراحه فور جيم خلاص. فبس كده يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما ننساش بقى لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه جديد. وعارف يا جماعه ان في ناس ممكن تزعل من حته ان الطريقه ديت ما بتتعملش غير لكروت انفيديا او برامج انفيديا، فمعلش يا جماعه هي دي الطريقه الوحيده اللي لقيتها لحد دلوقتي. متهيألي كده يا جماعه في طريقه ثانيه بس ما اعرفش الصراحه نظامها ايه. ممكن فعلا يا جماعه يكون في برامج ثانيه او مواقع ثانيه بتعمل الشادر، بس انا الصراحه ما اعرفش، هو ده اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. بس ان شاء الله يا جماعه لو لقيت طريقه انكم تعملوا شادر لاي كارت شاشه واي كمبيوتر عادي هعمل لكم ان شاء الله. بس يا ريت يا جماعه الاقي تفاعل كويس على الفيديو ده علشان احس فعلا انكم مهتمين بالموضوع ده، وادور حتى واتعب لكم ان انا الاقي لكم طريقه حلوه كده ان شاء الله. بس كده يا جماعه انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي هيعجبكم باذن الله، هيكون برده حاجه عن الشادر ده، فيديو يعني بيتكلم حول شادر روبلوكس.
تمام. بس كده يا جماعه، توقعوا الفيديو الجاي هيكون ايه في التعليقات ان شاء الله. لايك للفيديو واشترك في القناه. مع السلامه.